بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا بمعنى يا رب العالمين اجعلني أن أكون تحت مجرى عنايتك ونظرتك لا تجعلني أن أبتعد عنك. اجعلني دائما أن أكون بمنظارك وبعنايتك، وهذا هو المطلوب. فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمه في ليلتها ففقد من الفراش النبي فدخلها من ذلك يعني ام سلمه ما يدخل النساء فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت اليه وهو في جانب من البيت قائما رافعا يديه يبكي يعني يمزج النبي صلى الله عليه واله دموعه بدعائه ويقول اللهم لا تنزع مني صالحا صالح ما اعطيتني ابدا. اللهم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. انظر الى هذا الدعاء اللي يطلب المعونه الالهيه اللهم هذه الادعيه مهمه جدا ان نجعلها في حياتنا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه ابدا. قال فانصرفت ام سلمه تبكي لما رات دعوات النبي صلى الله عليه واله وهو يدعو بهذه الكيفيه وبهذه الحاله في حاله خضوعه وبكائه وخشوعه يقول انصرفت وهي تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه واله لبكائها كذلك فقال لها النبي قال لام سلمه فقال لها ما يبكيك يا ام سلمه فقالت بأبي انت وامي يا رسول الله ولم لا ابكي وانت بالمكان الذي انت من الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انت اللي الله لم تقدم على ذنب على معصيه فبهذه الحاله فماذا نحن نقول؟ تساله ان لا يشمت بك عدوا ابدا ولا حاسدا وان لا يردك في سوء استنقذك منه ابدا وان لا ينزع عنك صالح ما اعطاك ابدا وان لا يكلك الى نفسك طرفه عين ابدا هذه الادعيه اللي لها الدور الكبير في تربيه الانسان اللي يجعله ان دائما يعيش الله. الانسان اذا اراد ان يحصل على الخوف من الله تعالى ان يعيش الله في كل حالاته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وكل الله يونس به وكل الله يونس بن متى الى نفسه طرفة عين يقول الله وكل يونس ابن متى طرفة عين إلى نفسه فكان منه ما كان منه لأنه طرفة عين أنه اعتمد على نفسه وما تحمل فدعا على قومه بينما هذا درس لنا نحن أن نتعلم الدروس والعبر من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه الإنسان دائما في كل مسيراته أن يعتمد على الله ويطلب منه المدد والعون دائما تقول توكلت على الله استعنت بالله تعالى فما كان ينبغي ليونس أن يستميل قومه للإيمان ثم يتركهم لازم يعطيهم مدة فترة زمنية يعني يصبر عليهم حتى من اجل انه ان يداري قومه ولكنه ترك الاولى بتعجيله للدعاء واصبح وضعه الى هذه الحاله انه طرفه عين انه ابتعد بمعنى انه اعتمد على نفسه طرفه عين ولا تكلني الى نفسي طرفة عين بمعنى الانسان دائما ان يكون يعيش الله فلما كان كذلك اي اعتمد على نفسه طرفة عين فاصبح لقمة سائغة في بطن الحوت اذا احبتي يلزم علينا ان لا نسرع في الغضب بمعنى ان نتمالك الغضب الذي عندنا الكثير منا تراه يعيش الحاله العصبيه حاله الـ 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 الشده في الكلام يعلو صوته على الاخرين نبرات صوته ربما تجرح الاخرين بشدته بقسوته فلا بد ان نملك الغضب ومن علامه المؤمن الغضب من علامة المؤمن أن يملك غضبه من علامة المؤمن أن يملك غضبه لا تستعجل في الغضب على أهلك وعلى بني عشيرتك إذن لابد أن نعطي القيمه الاساسيه لموقف النبي ولوقفات النبي ولدعوات النبي ولدمعات النبي صلى الله عليه واله. يقول في الحديث لما خرج النبي انظر الى هذه الدمعه يقول هاي دمعه غاليه مرة تنزل دمعه من عندنا هاي الدمعه يمكن ما لها تلك القيمه. يعني دمعته على شيء فاته من حطام الدنيا ما لها قيمه هاي الدمعه. انا خسرت انا راح مني بيت سياره لكن دمعه النبي تختلف. لما خرج النبي صلى الله عليه واله من مكه مهاجرا اتجه الى الله، اخرج النبي النبي كان ملاحق كان مشرد النبي والقى نظره الى مكه ثم دمعت عيناه في اخر خروجه من مكه متوجها الى المدينه يقول دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه واله كما في الروايه الشريفه فقد ورد عن الامام الحسن العسكري عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام لما بعث الله اليه محمد صلى الله عليه واله بمكه واظهر دعوته وعاب اديانهم بعبادتهم للاصنام، طبعا النبي الذي بعثه الله الى قومه لنبذ عباده الاوثان والاصنام. مما ادى الى ان اساءوا معاشره النبي وحتى اذوا النبي صلى الله عليه واله حتى قال هذه الكلمه المشهوره من عنده ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت وسعوا كذلك في خراب المساجد المبنيه كانت لخيار الصحابه فسعى المشركون بـ بـ بخرابها وهدمها ومما التجأوا الخروج من مكة والتجأ كذلك النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج من مكة إلى يثرب ويثرب هي نفس المدينة المنورة التفت خلفه إليها يعني النبي التفت إلى مكة وقال الله يعلم النبي يقول الله يعلم اني احبك لهذا البيت بيت الله الكعبه ولولا ان اهلك اخرجوني عنك لما اثرت عليك بلدا يقول انا ما كنت اقدم بلدا على مكه لان فيها بيت الله لكن هاي الدمعه انظر دمعات النبي الذي التي نزلت على على خدي على مفارقته لبيت الله تعالى يعني انت الا تفارق بيت الله وان كنت بعيدا ان تعيش مكه ان تعيش بيت الله ان تعيش الحضره الالهيه ولا ابتغيت عنك بدلا يعني لا اجعل بدلك شيئا واني لمغتم ان اعيش بغم عن مفارقتك اعيش بغم كبير لمفارقه بيت الله الحرام فاوحى الله تعالى اليه المن الى نبينا صلى الله عليه واله يا محمد ان العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول شو الله يقول انظر الى هذا الكلام يقول ساردك الى هذا البلد ظافرا غانما ساردك الى هذا البلد يا محمد ظافرا غانما سالما قادرا قاهرا ولقوله تعالى هاي معروفه انت عندما تريد ان تسافر يستحب الانسان ان يقرا له هذا الدعاء في اذنه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد مستحب الإنسان حتى يرجع يعني ترجع سالما تذهب سالما وترجع سالما يعني إلى مكة ظافرا غانما وبالفعل النبي رجع منتصرا هذا المشهد كان مهما عند الله تعالى حيث عوضه الله تعالى نبينا بأمرين الأمر الأول بين الله في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني وإن كنت تخرج من مكة حزينا كئيبا ولكن ربك سيعيدك ظافرا منتصرا. يعني خلي عينك على رب العالمين الله يدبرها الله يجعل من ورائك ينتصر لك ثانيا ان مكه مدينه مقدسه وهي تعتبر ام القرى لان فيها بيت الله فهذه اضافه تشريفيه ولكن الله تعالى جعل هذه البيتوته مكروها بسبب تألم النبي لما خرج منها فلم يبت فيها ابدا النبي الى هذا الى ان في حياه النبي لما رجع الى مكه ما كان النبي يجعل مكه بيتوتة له انما كان يذهب الى منى او الى خارج مكه وكذلك امير المؤمنين عليه السلام ما كان يبيت في مكه وانما كان مبيته في خارج مكه ولماذا جعلت هذه الكراهه المبيت في بيت الله تعالى لمكان قوة تلك الكراهة وأهميتها لماذا؟ لأن النبي أخرج منها بما أن النبي أخرج منها ظلما فأصبح المبيت فيها مكروها لمغادرة النبي قهرا وظلما أولئك الذين ظلموا النبي حتى جعلوا يغادرها ويهاجرها فأصبح مكة مبيت مكروهة المبيت، نعم إلا في ضواحيها خارج مكة أو في منى، وللحديث صلة فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.